إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من نعم الله عز وجل علينا وعليكم وعلى الناس أجمعين نعمة الأولاد والأحفاد. قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ولذلك واجب على كل إنسان أن يشكر الله جل وعلا على نعمته، هذه النعمة العظيمة يشكر الله جل وعلا عليها، وذلك بحسن تربية الأولاد والأحفاد وبرعايتهم وبالقيام عليهم، ذلك أن الله جل وعلا أوجب ذلك، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، أحفظ ذلك أم ضيعه. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ولذلك تربية الأولاد من البنين والبنات من الأمور الواجبة والتي سيُسأل عنها العبد يوم القيامة، تربيتهم على الإسلام والإيمان، وتربيتهم على أداء العبادات والفرائض والواجبات، وتربيتهم عن اجتناب المحرمات والمنهيات، وتربيتهم على الأخلاق الحسنة، فإن هذا من أداء شكر الله جل وعلا. ولقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمسؤولية الآباء والأمهات مسؤولية عظيمة تجاه أولادهم، فهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصًا على تربية أولاده وأحفاده، وكان يوجه صلى الله عليه وآله وسلم يوجه المسلمين إلى الحرص، يوجههم على تربية أولادهم والحرص على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولما أكل عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، أكل في الإناء فطاشت يده في الصحفة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولذلك عباد الله، مسؤولية الآباء تجاه أولادهم مسؤولية عظيمة، ويجب على كل والد أن يعلم بأن الله جل وعلا أناط في عنقه تربية أولاده والقيام عليهم خير قيام، ذلك أن الله جل وعلا سائله عما استرعاه يوم القيامة. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهدانا وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله،
واعلموا أن المسؤولية في تربية الأولاد من البنين والبنات تتضاعف بحسب الزمان والمكان والحال، وإننا في زمان ووقت يجب على كل والد من أب أو أم أن يكونوا على مستوى المسؤولية، ذلك أننا نعيش فضاء مفتوحا من خلال هذه التقانات ومن خلال هذا العالم الفضائي من الإنترنت، ولذلك واجب على كل مسلم أن يزيد من جرعة التربية لأولاده من البنين والبنات، وذلك بتوجيههم أولاً إلى استعمال هذه التقانات استعمالاً سليماً، بذكر مسألة الوقت أولاً، فإنه مما هو مشاهد أن كثيراً من الأولاد لديهم نزيف في العمر وهدر في الوقت في الجلوس على هذه الأجهزة والتقانات، فيذهب العمر ويمضي الزمان وهم جلوس على هذه التقانات. الأمر الآخر أن يذكرونهم بأن الله جل وعلا مطلع عليهم، ناظر إليهم، يسمع كلامهم ويرى حالهم ويعلم سرهم ونجواهم، لأن هذه التقانات وهذا العالم الفضائي فيه الغث والسمين، وفيه الحلال والحرام، وفيه الصح والخطأ، وفيه الصحيح والخطأ، ولذلك واجب على كل والد أن يطعم أولاده وأن يحصنهم بالوصايا والنصائح والتوجيهات حتى لا يقعوا في براثن هذه المواقع السيئة، أو أن يكونوا نهباً لمثل هذه التوجهات الموجودة في هذا الفضاء المفتوح. أمر آخر ينبغي صرفهم إلى ما هو أنفع وأولى من قراءة القرآن وقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السيرة النبوية، وأيضاً القراءة في الكتب التي تزيد من ثقافتهم وعلمهم وتوسع مداركهم، لأن مثل هذه الأجهزة إدمانها ربما يوقف العقل عند حد معين، ولذلك من المهم جداً أن يعطوا من الوقت الشيء الذي يقضون فيه حاجتهم، وأما أن يقضي الولد غالب وقته حول هذه الأجهزة فإن هذا مضر بالدين والدنيا، مضر بالدين لكون هذه المواقع ولكون هذا العالم المفتوح فيه الغث والسمين، وأما الدنيا فلا شك بأن هذا يجلب أمراضاً بدنية وعقلية، وكذلك يجعل الإنسان يفوت كثيراً من المصالح الدنيوية. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تربية الأولاد من البنين والبنات، وأسأله جل وعلا أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين جميعاً، إنه خير مسؤول. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا فقال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واحفظ اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واغفر اللهم لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير.